كيفاش كيتم تشخيص الدوالي؟ عندهم اعراض كالالام، كالرجلين كيسخنوا كيتنفخوا الى اخره. ما هي المضاعفات المحتمله للاصابه بدوالي الساقين؟ عندهم مضاعفات اللي هي خطيره، مثلا قرحه الارجل، النزيف، الفليبيت او تخثر الدم في هذه الاورده او في لي فاريس او الدوالي، اللي يقدر يعطي اختناق رئوي اللي كيقدر يؤدي حتى لومبولي بلمونار، وهي حاله استثنائيه ومستعجله وخطيره في نفس الوقت. صحتنا جميع. الاحد زوالا على دوزام.